بيبدأ في الميلا براين هاينز مسار العقارات اللي بيفوق بيلاقي نفسه مربوط في كرسي في أوضة شكلها غريب جدا، ولما بمرور وقت يقدر يفك نفسه وبيبص على شباك إزاز في الأوضة لكنه ما بيكونش شايف إيه بره وبيفضل يطلب المساعدة وخلاص. بعد شوية بيجيله اتصال من صاحبه اللي بيطلب منه المساعدة، ولما راين بيسأله عن المكان اللي هو فيه بيفهم إن صاحبه محبوس زيه في أوضة غريبة والشخص اللي حبسه طلب منه فدية. بعدها بيسمع صاحبه بيستنجد بحد ويطلب منه يوطي حرارة الأوضة، وشوية بيسمع صوت انفجار وحياة صاحبه بتنتهي. راين دخل في حالة بانيك وفضل يصرخ وبيترجى الشخص اللي حبسه سيبه. وهنا بيخرج صوت من السماعات لحد بيتكلم معاه، الشخص ده بيقول له قدامك دقيقتين تعرف فيهم من اللي حبسك في الاوضه ولو خمنت صح هخرجك منها. راين جد من الطريقه فقرر يكسر الازاز، لكن صاحبه صوت قال له انت كده بتضيع وقتك وخلاص. راين فضل يفكر مين اللي ممكن يعمل في كده، لكن ما وصلش الاجابه قبل ما الدقيقتين يخلصوا. فعرت الاوضه اللي هو فيها بقت اعلى وراين حاول يطفي الدفايات ولكنه فشل، وقال لصاحب الصوت اقفل الحراره دي وانا مستعد اعمل اي حاجه انت عايزها. صاحب الصوت طفى الحراره وقال له امسك تليفونك ودبر مليون دولار فديه، والا كل 5 دقائق هتعدي هتلاقي حراره الاوضه بتزيد 3 درجات وتبقى اعلى من الاول. راين فضل يقول له انا مش معايا الفلوس دي كلها، انت حبست الشخص الغلط. فصاحب الصوت قال له اتصرف. راين قال له شايف ابن اللطيف ده اللي بيستناني في البيت؟ فصاحب الصوت بيقول له انا عارف ابنك وعارف عنك كل حاجه، فما تضيعش وقتك وجهز لي المليون دولار قبل ما الحراره تزيد وتتشوه في الاوضه. بعد ما راين تامل صوره مراته شويه وخاف على سلامتها، قرر انه يتصل باخوه جون امين الشرطه في اسم نيوجيرسي عشان يساعده. جون في البدايه كان متضايق منه وقال له انت بقالك سنين لا بتتصل ولا بتطمن عليا ودلوقتي بتكلمني عشان اساعدك، انا مش هطلع واطي زيك وهعمل اتصالاتي عشان احدد لوكيشن الموبايل بتاعك واجي انقذك. صاحب الصوت لعب على نفسيه راين وقال له هل تعتقد ان اخوك هيجي وينقذك فعلا؟ راين قال له خد الساعه دي ابويا اداها لي وتمنها 12,000 دولار، ولكن صاحب الصوت قال له المليون هو المليون يا حبيبي. راين بيرمي الساعه على الارض ويكسرها من الغيظ، ولما اتصل بامه عشان يطلب منها المساعده هي كمان قالت له انت ما تعرفش عننا حاجه من سنين وما بتتصلش غير لو انت عايز حاجه. فراين اتعصب وقال لها والفلوس اللي ببعتها لكم كل شهر ايه، خلاص اتنست ولا ايه؟ فامه قالت له الفلوس مش كل حاجه، واخوك جون احسن منك ودايما بيطمن علينا وبيتواصل معانا على الرغم من ان عنده عذر بيمر بحاله صعبه بعد ما فقد ابنه ادم بطريقه مؤلمه. انا خدت الفلوس اللي انت بتبعتها ودفعتها ديون كانت علينا. فراين حيلها لحد موافقه انها تبعت له الفلوس اللي معاها. بعد ما كلم كم واحد وكلهم طنشوه، راين اتصل باخوه جون وقال له تعالى انقذني الحراره بتزيد وانا مش هقدر استحمل اكتر من كده، انا لو بره كنت اساعدك واكون جنبك. ولسه هيكمل تهذيب اخوه لها ان البطاريه بتدي انذار انها تفصل، ومع مرور الوقت حراره الاوضه بتزيد وبتوصل ل 140. فراين قرر يتصل بمراته أنا. الاخيره اول ما اتصل بيها قالت له ان في حد اخدها وشكلها هي كمان محبوسه في اوضه زي اللي هو فيها. راين وهو بيقول لها تعمل ايه؟ رششت ميه مغليه طلعت ميه عليه. راين بيسال صاحب الصوت عن الفلوس فقال له لسه 900,000 دولار عشان اخرجك من الفرن يا حبيبي. راين حاول يتصل باي حد يساعده من الناس اللي كان بيشتغل معاهم عشان يقول لهم ادوني مليون دولار اعمل لكم بيه مشروع. بعدها اخوه جون بيتصل بيه ويقول له انهم تواصلوا مع شركه التليفون وبيحاولوا يوصلوا لمكانه. ولما سال راين عن اخر حاجه فاكرها، راين قال له في حد خدرني في العربيه وانا في الباركينج لكن ما شفتش هو مين لانه كان لابس ماسك. بعد ما جون قفل معاه واحد من الناس اللي بيشتغل معاهم قرر انه يستثمر مع راين ويدينه المليون دولار. راين مسك التليفون وقال لصاحب الصوت المليون دولار اللي انت طلبتهم اهو، نزل الحراره بقى وخرجني. ولكن هنا الصوت بيصدمه بيقول له انت كده كسرت قواعد اللعبه لانك كان المفروض تدفع الفديه من فلوسك انت مش من فلوس حد تاني. ولما راين حب يسوق الحنات عليه قال له اياك تكذب عليا يا راين، انا عارف عنك كل حاجه تتخيلها وما تتخيلهاش، انت بتكذب على عيلتك واصحابك والناس اللي بتشتغل معاهم لكن انا عارف حياتك كويس، انت سايق دور الفقر لكنك في الحقيقه مخبي 4 مليون دولار محدش من عيلتك واصحابك يعرف عنهم حاجه، ولسوء حظك انا عرفت انهم موجودين يا بخيل يا جايف يا ابن الجايفه. راين اتصدم انه يعرف موضوع الاربع مليون وقال له خلاص انا بعت لك الفديه من فلوسي خلال 5 دقائق، واتعصب على صاحب الصوت وقال له انت ليه ما عرفتنيش القوانين دي من الاول؟ فصاحب الصوت قال له انا كنت فاكر ان الوضع الصعب ده هيخليك تخلص من الحناته اللي انت فيها وتسلك، لكن اتضح ان مفيش فايده. ولما الحراره وصلت ل 180 وكانت بتزيد، راين اخيرا بعت الفلوس لصاحب الصوت والبنك اتصل بيه عشان ياكد التحويل. راين بدا يهلوس بابنه ومراته من الحراره والوضع الصعب اللي هو فيه، وقال لصاحب الصوت انا خلاص عملت اللي انت عايزه، اطفي الحراره دي وسيبني اخرج من هنا. فصاحب الصوت قال له لا يا حبيبي مش بالسهوله دي، دخول الحمام مش زي خروجه، لسه في شويه حاجات هنتكلم فيها الاول، بس اشرب الحاجه السخنه دي وخد نفسك كده عشان تصحصح معايا. وراح مادد لراين ورقه مكتوب فيها اسماء مراته وابنه وابوه وامه وست تانيه اسمها ليزلي، وامر راين يوصف علاقته بكل اسم من الاسماء اللي في الورقه، وبالفعل بدا يعمل كده. لكن لما جه يتكلم عن اخر اسم وهو ليزلي، صاحب الصوت قال له اتصل بمراتك عشان تسمع يا شقي. راين لما رفض قال له لو ما عملتش كده لا انت ولا هي هتكونوا بخير ومفيش حد فيكم هيخرج. راين خاف على مراته فبدا يوصف علاقته بليزلي وانه كان على علاقه بيها ومتجوزها من ورا مراته عشان الفلوس اللي معاها، وكمان راين بيكذب وكان مغير اسمه اكتر من مره عشان يقدر ينصب على عملاء كتير وياخد الفلوس بتاعتهم ويخلع. بعد كده صاحب الصوت بيقول لراين افتح بوكس الهدايا الجميل اللي انا بعته لك ده، ولما بيفتح البوكس بيلاقي صباع ست في خاتم وبيسمع صوت ست بتصرخ من الالم وبتقول له ان صاحب الصوت اكبرها تقطع صباعها. ولما صاحب الصوت اكبر راين يكلم
بيكلم ليزلي عن مراته أنا. ليزلي مسحت بكرامته الأرض فقال لها ما تجعلصيهاش قوي كده يا ليزلي، أنا اتجوزتك عشان شكاري فلوس اللي عندك وعملت ده أكتر من مرة مع ستة تانية، فما تفتكريش إني بحبك، أنا راجل بحب مراتي أم ابني ومن البيت للنصب ومن النصب للبيت. لما جون اتصل بي تاني راين قال له أنا آسف إني ما كنتش الأخ اللي أنت تتمناه يا جون. فالأخير قال له إحنا خلاص حددنا مكانك وهاجي أنقذك. صاحب الصوت قال لراين في مسدس جوه العلبة الجميلة اللي معاك، لو عايز تنقذ مراتك وابنك خد المسدس ده وخلص على نفسك بور فابور سينيور راين. راين لما حط المسدس على دماغه اتردد في البدايه، لكنه ادرك انه هينقذ مراته وابنه فداس على الزناد، المسدس طلع فاضي وراين بقى بيعيط من الالعاب النفسيه اللي صاحب الصوت بيعملها فيه. هنا اخيرا بتنتهي معاناه راين والباب بيتفتح، واول ما بيخرج من الاوضه بيلاقي جون دخل عليه، فبيكتشف ان هو اللي كان صاحب الصوت وحبسه كل ده، فتعصب على اخوه وقال له انت ازاي تعمل كده في اخوك. جون قال له فاكر ادم ابني يا راين؟ ادم ابن اخوك اللي لما جيت اطلب منك فلوس عشان اعالجه من السرطان، قلت لي عليا الطلاق لو معايا محوشهم، وانا في البدايه صدقت ان ما معكش فلوس وسمعتك، لكن لما ابني حياته انتهت وعرفت ان انت كان معاك فلوس لما طلبت منك المساعده، راقبتك وعرفت علاقتك بليزلي وكمان رحت لبيتها وشفت صوركم يوم الفرح، فقررت اني لازم اعاقبك على اللي عملته معايا وتخليك عني في ظروف صعبه زي اللي كنت فيها. راين قال له انا هسجنك لانك خلصت على صاحبي. فجون قال له صاحبك ما فيهوش اي حاجه لان انا وهو متفقين على كل حاجه. هما بيتكلموا بتظهر انا وليزلي وهم الاثنين كمان ما فيهمش اي حاجه، وكل واحده فيهم بتطالب راين بتبرير علاقته بالست الثانيه، ولما حب راين لانا بيظهر ويفضل على ليزلي. الاخيره بتضرب انا بالنار وتخلص عليها في حضن راين، رفعت المسدس على جون وراحت عشان تحول الفلوس لنفسها، فحصلت المفاجاه والفلوس رجعت لحساب راين تاني. الحنت كان عارف كل حاجه بتحصل حواليه، ولما ليزلي قالت له فلوسي فين يا ابن الوحشه، جون ضربها بالنار وخلص عليها. جون قال لراين انت عرفت ازاي اللي بيحصل؟ فراين قال له انا لما اتصلت بيها قالت لي على طول ان في حد اخدها من البيت وحبسها في اوضه زي اللي انا فيها، وانا اصلا ما كنتش لسه قلت لها اني محبوس في اوضه، وبعدين لما قلت لك خد الساعه وانت رفضت حسيت من الرد بالغيره لان ابويا اداها لي انا وانت لا، فعرفت انه انت يا جون. والشيء الثالث هو الصباع اللي كنت حاطه في البوكس ما كانش صباع ليزلي، بقى الدب دي كلها صباع رفيع كده يا جون، فلتت منك دي يا جينيس. ودي كانت الحاجه اللي خلتني خلاص اتاكدت من لعبتك فرجعت الفلوس اللي انا بعتها لك عشان تلبس خازوق مش هتنساه طول عمرك، ده لو فضلت حي يعني. جون قال له احنا ننسى اللي فات ونخرج من هنا اخوات وحبايب بير فافور يا راين. الاخير انت امن جون وحبسه في نفس الاوضه اللي كان فيها مع جثث انا وليزلي، وسابه يستوي على درجه حراره هاديه ومشى من المكان في سلام وامان ووئام. سينيور راين بيديك درس مالي ونظريه بعنوان لكي تستطيع ان تحصل على المليار سنتا عليك ان تكون حنتا، او عشان يبقى معاك مليارات لازم تبقى الاب الروحي للاحنات، ايهما اقرب بقى؟ ولكن مش لدرجه ان ابن اخوك يكون بيتعالج وتقول له عليا الطلاق لو معايا محوشها كده، انت مش انسان وتستحق سلخ في خادك وتحولها الى صابع كفته وبطاطس محمره، ويا سلام لو جنبهم شويه طحينه وطبق سلطه يبقى كده وجبه زي الفل. المهم عزيز المشاهد لازم تفهم ان الحناته هي جزء لا يتجزا من شخصيه اي انسان مع فلوس كتير، وده يثبت لك ايه؟ انك عشان تبقى صاحب اموال وغني لازم تبقى معفن وجلده حنت يعني. وحتى لو صاحبك قال لك يا عم ركبنا توك توك بخمسة جنيه عشان رجلي وجعاني، قول له لا يا عم الخمسة جنيه دي هتنفعني لما اجي اتجوز وحنت عليه، وبعد كده ابقى روح لستاربكس ادفع 50 جنيه في ايس كوفي، ما هي الخمسه تنفعك بس الخمسين لا. بس ده ما يمنعكش انك مهما هتكون حنتا ماديا لازم تمسي على حبايبك بتوع بيت التنين وتقدر مجهودهم وتكرمهم بلايك وكومنت وبرايك عشان نتخانق مع بعض في هل كل الاغنياء بخلاء ولا لا. لحد هنا يكون ملخص فيلم انتهى، ونشوفكم في ملخص جديدة. فما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة. كان معكم اخوكم محمد الشامي اللي بيحبكم قوي من قناتكم بيت التنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.